السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في المقطع هذا اللي حبيته باش يكون حول براعة يدوية. أكيد أنت باش تستحق البراعات اليدوية باش تحصل فيها أعداد تحصل بها أعداد في التربية التشكيلية، لذلك حبيت باش نفيدك بالمعطيات هذه. تبعني خطوة بخطوة في الفيديو هذا وتتحصل بقدرة تربي على أحسن عدد، هذا باش يدعمك مش في أنا مانيش للعربية فقط، وإنما نحاول إني باش ننفعك في كل الجوانب، سواء براعات يدوية وإلا زادة لغة عربية بشتى أقسامها، وكذلك فيما يخص تلخيص في كل المواد الأخرى. تبعني في البراعة اليدوية هذه، ننصحك أنك تجرب وبعد تقول لي على الريزلتات اللي وصلت لها. تابعوني. أول حاجة ناخذ عبود بالشكل هذا. العبود هذا هو عبود زقوقو. عبود زقوقو ناخذه نقصوه بالمقص الزبيرة من الشكل هذا باش يكون كرأس، ومن هنا كمنقار، ونعملوه بطبيعة بلام باش يكون على أساس أنه منقار بذبذب. واضح؟ هذا هو العبود اللي باش نعملوه. المرحلة الموالية هو أنه نقصوا التل بهذا الشكل ونحاولوا أن نغرسوه في سقين، نغرسوه في العبود بالشكل هذا باش يولي كأنه سقين. حاول أني ما نبعدش برشا السقين على بعضهم باش يظهر كأنه طائر واقف صحيح. واضح؟ شوفوا كيفاش الشكل متاعه. العبود هذا اللي كان في الشجرة كان ثمرة، توا شوف كيفاش حولناه وكأنه لقلق، مازال بطبيعة ما عملنا لوش الدهن متاعه. هذه المرحلة الأولى، نجيب عبود من الغابة نقصه بالشكل هذا، من هنا راس، من هنا المقر متاعه ونذببه، وبعد نقص التل وندخله بالشكل هذا باش يكون على أساس أنه طائر لقلق واقف على ساقيه. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نمشي ولها توا. المرحلة الثانية ناخذ فوشة ودهن أبيض وندهن المنتج متاعنا الكل بالطبيعة باللون الأبيض، سواء في الرأس متاعه وإلا في البدن. كملنا دهن العبود بالطبيعة، نخليه يرتاح شوية اللي يشيح الدهن متاعه، وبعد ننتقلوا للمرحلة الثالثة. ناخذ دهن أسود بالفرشاة، حاول اني سامحوني لانه الدهن مش مخلط به. ناخذ الفرشاة دهن اسود، وشنو نعملو به؟ نجيو لهنا ونقديو جوانح العصفور. حاول انك يكون تسلسل به، حاول انك يكون الجناح يعني مستوي ما يميلش بالشكل هذا. شوفوا كيفاش. بعد نجيو لهنا نفس الحكاية، ناخذو بالشكل هذا، ناخذو بالشكل هذا. إذا ساح الدهن هكا مثالش خليه يشيح، ومن بعد عاودو بالأبيض. بالطبيعة كيف كيف نعملو لهنا الراس متاعو، الراس متاعو نقديوه بالأكحل، ومن بعد هيكا نعملو العينين، عين من هنا وعين من هنا هكا، ولا عنا لقلق. ناخذ من بعد الدهن الاحمر. شنو باش نعملو بيه الدهن الاحمر؟ باش نعملو بيه المنقار متاع الطير متاعنا. تلاحظوا منقار الطير متاعنا، شوفوا شنو ولا عنا، ولا عنا طائر اللقلق. المرحله المواليه بالطبيعه باش نفسرها لكم، تابعوني خطوه بخطوه. المرحلة الموالية ناخذو قبلي، يا إما القبلي هذايا اللي يكون شوفوا خفيف كيسر ما يتكسر، نوليو نستحقو زوز قبليات مع بعض. واضح؟ زوز قبليات مع بعض. وإلا إذا عندك القبلي بالشكل هذايا اليابس، تقصو لهنا بطبيعة تسخنلو سكينة بالنار وتقصو حداش المستوى هذايا، المستوى هذا. وإذا القبليات هكايا بطبيعة تحاول إنك تقصو بالمقص باش يتشكل هكا بالشكل هذايا. حاول انك ما تميلش، يكون قبلي مستوي. ومن بعد تاخذ غيره وتدوروا الكل بالغيره. بعد ما قديناه بالغيره ناخذ سطل الرمل ونقديو الغيره هذيك بالرمل. حاول انك ما تخليش بلاصه ظاهره من داخل. شوف من داخل ومن برا الكل بالغيره، وتوا ولا الكل برمل باش نتحصلوا على
الشكل هذا. المرحلة الموالية ماهيش صعبة برشا زادة، هي أن باش ناخذوا الجبس، نستحقوا الجبس والقالب. إن شاء الله في المقطع الموالي باش نكملوا المرحلة الثانية من إعداد البراعة اليدوية هذه اللي تستحق لها في التربية التشكيلية باش تاخذوا بها عدد ممتاز. شكرا لكم، تابعوا الجزء الثاني في الحلقة الموالية من هذا المقطع اللي باش نكملوا فيها إنتاج العمل الفني وشنية الصورة اللي باش نتحصلوا عليها. شكرا لكم وإلى اللقاء.